على أزيز آليات الحصاد، وتحت شعار لا تدع سنبلة تسقط بدأت عمليات حصاد محصول القمح بولاية النيل الأبيض في ظل توقعات بإنتاجية عالية تتراوح بين 12 إلى 15 جوال للفدان في المساحات المزروعة البالغة 40 ألف فدان. وثمن مزارعون في نطاق محليتي أمرمته والدويم الترتيبات التي وضعتها الدولة لاستخدام التقنيات الحديثة إنجاحا للحصاد وتقليلا للفاقد، ما قد ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاج للموسم الحالي. وهذا المجهود فيه تعاون كبير جدا من أخواننا في وزارة الزراعة الاتحادية، وتعاون أكبر من أخواننا في وزارة الزراعة الولاية. استعملنا فيه تقانة، مشينا فيها بهدوء بثبات، ما حاولنا نعمل كل التقانة، عملنا حرس عميق بالجزل والهرو، وعملنا تقاوي 80 كيلو للفدان. وجاءت الإنتاجية المقدرة للفدان الواحد بعد توفير حكومة الولاية للآليات والجازولين وجوالات الخيش للتعبئة. وفي الأثناء أكدت الجهات المختصة أن الزراعة التعاقدية أسهمت بشكل كبير في التأسيس الجيد للمحاصيل وتطبيق الأمثل للتقنيات الزراعية، ما قد يبشر بإنتاج وفير. الزراعة المبكرة في الواغيت الموصى بها بتخرج من كثير جدا جدا من المشاكل. ايضا برضو النقطة الثانية انه يا جماعة ده زراعة شراكة بين شركة عافي والمزارعين، وبرضو ده بيدينا واحدة في المحاسن الاستثمار انه الشركات بتوفر المدخلات وبتوفر الاشياء في التوقيت المناسب، ولذلك برضو تمكن المزارع من انه يحصل على محصول كويس. انتظام المزارعين في جمعيات انتاجية ساهم في تطوير وزيادة الانتاج، يأتي ذلك في ظل تأكيدات حكومية لتوطين زراعة القمح بالبلاد تحقيقا للاكتفاء الذاتي من سلعة يتزايد الطلب العالمي عليها يوما بعد يوم. ونفتكر أنه ده ضربة البداية وضربة موفقة جدا، وإنتاجية برضو متوقع أنها تكون يعني إنتاجية عالية نسبة للتقانات الحديثة التي استخدمت في هذا المشروع، ونسبة للشراكة الاستراتيجية الحقيقية ما بين شركة آفيا والمزارعين. احنا في وزارة الزراعة نشجع هذه الشراكات. وكانت الدولة قد حددت السعر المجزي للقمح بواقع 750 جنيها للجوال بجانب 900 جنيه لجوال التقاوى، ما قد يعد إفقا لمختصين محفزا للتوسع في المساحات المزروعة زيادة للإنتاج اكتفاء وتصديرا. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، الدويم.